منى محرز رئيس العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده احنا هنا وزارة الزراعة. وزارة الزراعة بتقوم بدور رائد في التدريب في قطاع الزراعة لدول عديدة مختلفة. زي ما حضرتك شفتي النهاردة في عندنا 3 برامج، 2 منهم لدول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والبرنامج الثالث برنامج لتدريب الأشقاء السودانيين. في برامج لدعم دول حوض النيل. لو احنا اتكلمنا عن الأول عن البرنامج للإخوة السودانيين، هو في تدريب على الميكنة الزراعية خاصة استخداماتها للفلاح الصغير. وزي ما حضرتك شفتي احنا كان عندنا 25 سوداني النهاردة قعدوا معانا الفترة اللي فاتت. تم التدريب في المركز المصري التابع للعلاقات الخارجية الزراعية من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية كان تم تدريبهم في القطاع الزراعة الآلية. وقطاع الزراعة الآلية منتشر في أماكن مختلفة من مصر، وطبعا زي ما حضرتك عارفة هو أيضا تابع لوزارة الزراعة. ومش بس احنا معنيين بان احنا بنديهم مادة علمية، لكن بنهتم ايضا بالنواحي الاجتماعية وان هم يزوروا الاماكن السياحية المختلفة في مصر ويزوروا معالمها. وبالنسبة للدول الاخرى اللي هي امريكا وافريقيا، امريكا اللاتينية وافريقيا واسيا، احنا كان عندنا برنامجين متوازيين، برنامج للتصنيع الغذائي او التصنيع الزراعي، سواء طرق الحفظ وطرق التصنيع سواء التجميد او المربات او المخللات والحفظ، وبنراعي طبعا سلامة الغذاء في هذا التخصص. عندنا موضوع مهم هو التحليل الاقتصادي للمشروعات سواء مشروعات بحثية أو مشروعات تنموية، ودي حاجة بتهم الدولة بقطاعاتها المختلفة، مش بس قطاع الزراعة، لكن قطاع الزراعة نموذج في ذلك. زي ما حضرتك شفت ممثلين من دول عديدة، 26 دولة، وزي ما احنا اتكلمنا معاهم ان هم يوصلوا رسالة صادقة عن مصر وظروفها والوضع الحالي من الامن اللي موجود في مصر، وان مصر ماضية في خارطة الطريق، واحنا بنعتبرهم الحقيقة سفراء لنا في الخارج، لان التعليم والعلاقات المتبادلة هي اسس العلاقات الانسانية. لا احنا التدريب هنا باسمه المركز الدولي المصري للزراعة بيتم تدريب فيه للخارج فقط، لأن احنا عندنا في وزارة الزراعة مراكز تدريبية أخرى متخصصة للمصريين. دكتور محمد الشحات، رئيس قطاع الزراعة الآلية تبع مركز بحوث زراعية. احنا النهاردة بنحتفل بنهاية دورة الميكنة الزراعية للمزارع الصغير لدول حوض النيل. كانت أول دولة شرفتنا دولة السودان، وبعد كده إن شاء الله في دولة كينيا وتنزانيا إن شاء الله يشرفونا بعد كده إن شاء الله. الهدف من الدورة هو أولاً زيادة التواصل وزيادة المعرفة والاجتماعيات بين الشعوب بعضها، ده أول حاجة. الحاجة الثانية اللي احنا عاوزين ننشر الميكنة والتقدم اللي موجود في مصر ننشره إلى دولة السودان بالنسبة للمزارع الصغير. احنا في مصر الحمد لله بنتميز بتقديم تكنولوجيا متقدمة في الميكنة حسب المساحات الصغيرة اللي عندنا في مصر، إن في مصر تميز ان عندنا مساحه فدان واثنين فدان وخمس فدان، فاحنا بنتميز بانتاج ومعدات الات زراعيه صغيره تناسب المزارع المصري الصغير. احنا بنعمل نقل التكنولوجيا من دوله مصر الى دوله السودان لتطبيق النموذج المصري في دوله السودان. السودان دوله شقيقه عندها مساحات كبيره وعندها مزارعين صغيرين زي نفس النظام المصري، فاحنا بنحاول نقل التكنولوجيا الموجوده في مصر الى دوله السودان. بالتأكيد انت حضرتك لو انت اللي بيمر على الطرق الزراعية كلها دلوقتي، الطريق الزراعي او الطريق الصحراوي، بيلاقي ان معظم آلات الدراس، آلات الجرات الصغيرة، العزاءات، حصادات، كومباينات الرز، كل ما هو صغير دلوقتي منتشر على مستوى الجمهورية. يعني الميكنة الحمد لله في مصر يعني ارتفعت نسبتها لحوالي 10% حاليا نتيجة الاستخدام آلات صغيرة، لان المزارع ما عادش بيعمل حاجة بإيده دلوقتي.
المزارع العماله هاجرت الارض، فاصبح لابد من وجود اله تعمل في الارض، فلابد من وجود تصنيع معلومات صغيره تناسب المزارع الصغير. وفعلا احنا في مصر يعني الموضوع منتشر جدا، وفي يعني في مزارعين صغيرين عندهم الات صغيره وعزيات وحصادات تناسب المساحه اللي عندهم. اللي احنا طبعا في قطاع الزراعيه طبعا بنتميز ان احنا بنخدم الميكنه على مستوى الجمهوريه، بنتشريها على مستوى الجمهوريه. عندنا حوالي 150 محطه على زراعيه، محطات زراعيه منتشره على مستوى الجمهوريه، بدءا من اسوان الى العريش الى مرسى مطروح الى ايدكو الى الاراضي الجديده الى توشكا العينات، منتشره على مستوى الجمهوريه. بنقدم خدمتين في اتجاهين، خدمه للمزارع الصغير وخدمه للمزارع الكبير. خدمه للمزارع الصغير المساحات الصغيره اللي في الدلتا، والمساحات الكبيره اللي في اراضي جديده. فعندنا نوعين من المعدات، معدات صغيره تناسب مزارع صغير، ومعدات كبيره بتناسب المساحات الكبيره. واحنا ماشيين في اتجاه تاني برضك اللي هو انتاج وتصنيع معدات داخل القطاع برضك اللي تناسب المزارع الصغير. عندنا مركز تدريب على اعلى مستوى، عندنا 6 مراكز تدريب على مستوى الجمهوريه منتشره. واحنا شفت النهارده تدريب كان في مركز تدريب سخسخه اللي ضرب فيه الاخوه السودانيين، ده احد المراكز الهامه والكبيره جدا في محافظه كفر الشيخ. في مراكز اخرى في القليوبيه وفي في سنبلاوين وفي دمنهور وفي في بني سويف. عندنا ورش مركزيه برضك متخصصه، ورش متوسطه بتقوم باجراء العمرات والاصلاحات الجسيمه بالنسبه للمعدات. في القطاع الزراعي بيقوم بخدمات جسيمه وخدمات مهمه جدا بالنسبه للمزارع والتنميه الزراعيه. احنا بنشارك في الحملات القوميه لمحصول الذره ومحصول الارز، وبنعمل حقول ارشاديه وبنعمل معارض زراعيه لتوعيه المزارع ويتعرف على كل ما هو جديد في مجال الميكنه. احنا عندنا في طبعا اكيد في تواصل بيننا وبين المزارع طبعا من خلال الارشاد ومن خلال التدريب. احنا مثلا على سبيل المثال في عندنا مركز اسمه مركز المزاج الالات الزراعيه، موجود في طوخ، في معرض دائم للالات الزراعيه اللي عاوز تتعرف على الالات الزراعيه موجوده هناك. احنا بنخدم بنوصل المزارع لغايه الحقل بتاعه، بنلبي له كل طلبياته من مشاكل الخدمه، مشاكل التسويه، مشاكل الري، مشاكل ما بعد الحصاد. فاحنا متواصلين مع المزارع سواء المزارع الصغير او المزارع الكبير. هو عندنا بالنسبه للتدريب عندنا بيبقى شقين اثنين، شق نظري محاضرات نظريه، وفي نفس الوقت يقابلوا تطبيق عملي. المركز عندنا فيه الحاجتين، في قاعات المحاضرات النظريه، وفي نفس الوقت في الالات والمعدات اللي بيتم التدريب عليها عمليا، فدي موجوده اوريدي موجوده. الحاجه الثانيه بيشوف ارض الواقع في مزارع بحثيه جنب المركز التدريبي خاصه بالمحاصيل التقليديه، فبيشوف الاله عمليا وينزل يبص عليها في الحقل نفسه وهي شغاله كمان. يعني في تواصل بين النظري وبين العملي، وبيشوف الاثنين العملي والنظري في نفس الموقع.